أولا أنا بشكر الجميع، بشكر من تعالي إلى هذه الندوة الرائعة، وخاصة أنها موجودة في عقبة نادي الزمالك، نادي الزمالك العظيم اللي أنا كنت في يوم من الأيام بمثله سواء في النواحي العسكرية أو بمثله خارجي. أنا بقول أنا بعد 67 على طول، أنا قعدت فترة سنتين أو ثلاث سنين في اليمن، من اليمن 67، ومن 67 الاستنزاف 73 إلى استلام الأرض بعد ذلك في جهاز الاتصال بمنظمات دولية. الفترة دي كلها أنا خدتها في عمل شاق، تعرضت أثناء العمليات أربع مرات، وأنا بعتبر دول أربع أوسمة خدتهم، واستطاع هذه الأوسمة مع زملائي من المقاتلين والمحاربين والمصابين أنهم يعيدوا سنين تاني إلى أرض مصر. بعد 67 على طول بدأنا في بناء القوات المسلحة، وبدأنا نعمل عمليات عشان نقول للعدو إن إحنا ما زلنا موجودين. بدأت معركة راس العش اللي بعدها 25 يوم، وأنا كنت من اشتركوا في هذه المعركة. معركة راس العش اللي كانت يوم 30 يونيو 1 يوليو 67، هذه المعركة اللي أثبتت أن المقاتل المصري ما زال موجودا، أن المقاتل المصري يستطيع أن هو يهزم المقاتل الإسرائيلي في أي وقت. بعد كده كان في ضرب الطيران يوم 14 و15 في ضرب المدمرة إيلات اللي ضربت يوم 21 بصواريخ، صواريخ لانشين، صواريخ يطلعوا يدمروا أكبر مدمرة عند إسرائيل، حصل فيها قتلى كثيرة في هذا الوقت. وبعد كده بدأنا إحنا وكمجموعة بقى مجموعة الشهيد البطل إبراهيم الرفاعي بدأنا نشتغل على طول الجبهة بين عمليات إغارة وعمليات كمائي وعمليات خلف خطوط العدو وعمليات في داخل إسرائيل نفسها. ضربنا منطقة بيسان في داخل إسرائيل، ضربنا منطقة سيدون في داخل إسرائيل، ضربنا منطقة إيلات بصواريخ ضربة عصام الدالي مع مجموعة من منظمة فتح. عملنا إيه خلال هذه الفترة؟ 430 من قتيل وجريح إسرائيلي، تدمير 17 دبابة إسرائيلية، تدمير 77 مركبة إسرائيلية، الحصول على أول أسير إسرائيلي يعقوب غنيم. الحاجة المهمة اللي احنا عملناها خلال هذه الفترة ان كسرنا الحاجز النفسي اللي بين الجندي المصري والجندي الاسرائيلي. كان يقال على الجندي الاسرائيلي انه الجندي الذي لا يقهر، استطاع الجندي المصري بمثلته وشجاعته وقوته انه يقهر هذا الجندي ويتغلب عليه. انتقلنا للشهيد البطل عبد المنعم رياض اللي استشهد في 9 مارس سنة 69، وده يعتبر يوم الشهيد اللي بنحتفل بيه كل سنه. انتقلنا في الأربعين بتاعه يوم 19 ابريل سنه 69 ان احنا دمرنا الموقع المقابل لمدينه الاسماعيليه تدميرا كاملا، حرقنا الموقع بما فيه، انزلنا العلم الاسرائيلي، رفعنا العلم المصري خلال هذه الفتره. وكان اهل الاسماعيليه بيتفرجوا على منظر رائع في هذه الفترة. أنا أصبت في هذه المعركة، أنا أصبت أثناء العمليات أربع مرات، قلت لكم أربع أوسمة، أصبت في هذه المعركة في ظن الرئيس جمال عبد الناصر، وكان لي لقاء كبير جدا مع الرئيس جمال عبد الناصر، أنا سعدت به جدا. وكان أنت بتبص للرئيس جمال عبد الناصر زعيم أمة، زعيم هذه الأمة، إن هو رايح عشان يكرم ويقعد مع نقيب، كنت انا نقيب قائد سريه في هذا الوقت.
سالنا الرئيس جمال عبد الناصر ايه اللي حصل؟ حكيت له اللي حصل خلال العمليه، قال لي طيب ايه اللي تطلبوه؟ قلت له نطلب نزود من تسليحنا، نزود من عملياتنا، نقل. طب قال لي على المستوى الشخصي تطلب ايه؟ قلت له اطلب اطلع اطلع العمليه الجايه. بعد ما الاقي حتى لو انا مصاب طلعت العمليه اللي بعدها وانا مصاب، بعد ما الاقي وبعدين واحنا بنعمل عمليه ثانيه بغياب الشهيد البطل ابراهيم الرفاعي على الموقع مره ثانيه، فداخلين من الثغره بتاعت العدو. انا خدت مجموعه اقتحام، ربيعي خدت مجموعه اقتحام، ابراهيم الرفاعي في المنتصف. حصل تفكير في مجموعه ربيعي وتفكير في مجموعتي، نتيجه لمعلومات راحت او وصلت الى جانب الاسرائيلي. اللي ورايا بطن فتحة نصير، انا طورت في ظهري فشدت اللي ورايا اختار الدم من دمه. لا اعلم اذا كان مسلم ولا مسيحي، ولكنه مصري، لا يمكن اتركه الاسرائيليين عشان يفعلوا بي اي شيء. هناك عمليات كثيره احنا عملناها، ولكن الوقت طبعا بما لا شك ان الوقت ما يسمحش ان انا اسرد جميع 92 عمليه، ان انا اسرد هذه العمليات. ولكن انا بقول حاجه مهمه جدا، اللي اتفرج منكم على فيلم الممر، انا الضابط اللي كسر السنترال بما فيه، انا الضابط اللي كسر السنترال بما فيه، وانا من الاعمده الرئيسيه لهذا الفيلم، فيلم الممر. فاعتقد النهارده ان معظمكم شاف هذا الفيلم، واعتقد النهارده انه اثر تاثير رائع في المجتمع المصري كله. الرئيس عبد الفتاح السيسي قال عاوزين نزيد من هذه الافلام. ليه؟ عشان معركه الوعي، ننشر الوعي عند الشباب بتاعنا ان هم يجهلوا جزء كبير من تاريخ بلدهم. نعرفهم اجدادهم وابائهم كانوا بيعملوا ايه خلال فترة معينة من الزمن. أنا طولت عليكم. الليل كله لا يكتفي، لا يكفي الليل. الليل آخره. الحمد لله. كمل ولا؟ أحكي لكم عملية صغيرة عملناها في الجنوب. كان يوم 2/5 سنة 70 جولدا مائير راح تزور مطار الطور. فجت لابراهيم الرفاعي والمجموعة إن إحنا ندمر هذا المطار قبل ما تروحوا جولدا مائير. فبدأنا نعد معداتنا وطلعنا من منطقة اسمها راس دب في الخليج. المسافة من راس دب لمطار الطور 40 كيلو في الخليج. كان اليوم ده عاصف جدا جدا جدا، اي حد يقول لك لا يمكن اقدر اعبر في هذا اليوم. خدنا معداتنا كلها كامله، القوارب، القوادف، الالغام، وطلعنا بخمس قوارب من راس دب. واحنا ماشيين في الطريق رايحين الى مطار الطور، الموج بياخد القارب ويطلع فوق وينزل تحت، فالموج جه خد القارب فوق، انا واقف في قارب بينزل تحت، فنزلت في مية الخليج. فلما نزلت في مية الخليج في حبل اسمه حبل البارومة اللي هو بيتربط بيه القارب على الشط. أنا مسكت في حبل البارومة، بدأت أنا تحت القارب. وأنا موجود تحت القارب، لو سبت حبل البارومة الرفاص اللي ورا هيقسم دماغ الوسطين. طب لو ما سبتش حبل البارومة المنطقة بقت في وسط الخليج، ومنطقة يعني منطقة رهيبة رهيب وعواصف رهيبة، وسمك القرش موجود في المنطقة، فهكون غذاء كويس لسمك القرش. قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، أنا ميت خلال هذه الفترة. قلت في هذا التوقيت أخلف بنت جميلة ظريفة، فوريكم. فجات لي صورة بنت ديدة. أنا لما وأنا تحت العارف وأنا على مشرف النور
فجات لي صوره جدي بيه تحت. انا لما كنت رحت في المستشفى وبقول لهم خير، الراجل شرقاوي وشرقاوي والصعيدي بيحب خلفه الايه؟ رجاله. فالمهم قالوا لي بنت، فسبت المكان ومشيت. فجات لي صوره دي بنت دي تحت، قالت لي في انا كنت محتاجاك كسبتني ومشيت، انت دلوقتي محتاجني ان انا انقذك، فانا جاي عشان انقذك. وفعلا كان معايا مساعد اسمه علي ابو الحسن، وقف القارب مره واحده استطعت ان انا اطلع من القارب، وقف على مع زملائي الى ان وصلنا شمال مطار الدور الى ضربنا مطار الدور لمده 40 دقيقه دمر المطار، ودمر وجد ما يركب راح الدور مطار ما ظبطوش. وبنت دي بقى واولادي واحفادي البنات بقيت بموت فيهم وبحبهم جدا، بقوا هم نور عليا. والمرأة النهاردة والست النهاردة بقت هي كل حاجة في هذه الحياة، هي الأم والزوجة والأخت كل شيء في هذه الحياة. فتحية لسيداتنا جميعا وأبناء بناتنا جميعا، وأشكركم شكرا جزيلا. في حاجات كثيرة ممكن نتكلم فيها، ولكن هدي فرصة لزملائي انهم يكملوا ويقولوا اللي هم عايزينه. اشكركم جدا واشكر كل من دعاني لهذا الحفل.